بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشت الله جميع أوقاتكم بكل خير. اليوم عندنا إعلان على كيف كيفكم، لكن قبل ما نبدأ بنعرفكم بشريكي أخوي والإعلامي والمتألق والراسي أخوي محمد المسردي. أرحب أبو شريك. أرحب يا وازح. مرحب. يلا حية. يلا حية. اليوم عندنا مفاجآت، عندنا أشياء حلوة بنقدمها لهم، وبيك تبدأ بالأشياء اللي عندنا. نبدأ؟ أبدأ. أول شيء نعرفكم عن متجر سيليا. المتجر المعروف لا يعرف، وأول سلعة نبدأ عندهم اللي هو الشامبو الخاص بسيليا خالي من السولفات، وشامبو معروف جدا، ومواصفاته تلقونها إن شاء الله في الرابط في المتجر بإذن الله. وعندنا المقشرات تجي بنوعين، مقشر زيتي ومقشر رغوي، والمرطبات تركيباتها من زبدة الشيا الكريمية، ومتوفر أيضا مقشر لفروة الراس بالقهوة، والنوع الثاني بالفندر، وكليل الجبل، والثالث بالشاهي الأخضر. خلصنا؟ لا باقي ما خلصنا. باقي. ومتوفر أيضا معطرات الجسم بأنواعها، وهذا أتوقع عندنا نوعين هنا موجود، هذا النوع الأول وهذا النوع الثاني، فيه أنواع باقي على المتجر. وأيضا صابونيات سيليا، وعندنا الشاور جل مضاف له زبدة شيا ما يجفف الجسم. الحين كل المنتجات اللي عرضناها قدامكم الحين على الشاشة متوفرة في المتجر. المتجر وش حاط؟ حاط خصم 40%. خلصنا؟ لا. إضافة على الخصم 40% 10% باسمي وباسم أخوي وازن. عطهم الكود. 50. يعني التوتال كله تأخذ المنتج هذا بنصف السعر، كل المنتجات هذه تاخذها بنصف السعر. سلام سلام سلام. المتجر حاط 40% وحاط 10 لي و10 لاخوي وازع. كودك اخوي وازع؟ A21. وكودك اخوي محمد؟ A20. اطلب وش قاعد تنتظر؟ الخصم هذا والعرض هذا ما يتكرر ابدا ابدا ابدا. يا سلام يا سلام. وش نقول وش نخلي بس؟ والله اشياء كثيره. الاسعار طيب، الاسعار. اهلا اهلا اهلا. تعال تعال يا هلا بك. تعال تعال، عندنا شيء يصلح لك مره 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 مره. تدري ليه يصلح لك؟ لان وجهك ضاربه سافه. اي والله ضاربه سافه، شغل كثير مره ما شاء الله. ايش ليش ده؟ ما بدك اقعد هنا بضبطك. توكل على الله. بس اصبر وازن، ورانا شغل. شو والله يبي له شغل. ما ينفع، اسمح لي انا لازم احلف الشماغ. اوه يعني بنضبطك شوي كذا باشياء. والله حتى انا رش الوجهيه بالله ضربه سافه والله مره. تدري ايش يصلح لك؟ ايوه اذا انا بعلمك انا. وشو؟ عندكم مقشر من دهن فانيليا وفراوله من دهن ورمان. اسمع به. طلبت الاكثر شهره عندنا. اوه يا الله اني اعرف. تستاهل الدقيقه. شنو هو وين؟ هذا هو؟ هذا هو. مقشر بالرمان والفانيلا، فيتامين اي. ما شاء الله. شوف ايش رايك؟ شوف. لك بس تشم ريحته. شم ريحته يا ابوه. ما شاء الله. لا 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 لا. شو كنت؟ شو تسوي؟ شو بتسوي؟ ما هو بحلا هو. لا هذه مشكلتنا. تدري ايش مشكلتنا؟ الناس اللي تطلب تحسب لنا حلا، لكن نوعدهم بالمرات الجايه مقشر رمان فانيلا نرسل لهم معهم حلا بنفس النكهه. يا سلام. واو. يا سلام. ما شاء الله. نبدا. ابيك بس دقيقه، بس دقيقه. ايوه. سلام. بس كذا تمام تمام. نبي ضبطك بس. تفرق في بس. نبدا. طبعا تفرق على وجهك من دقيقتين الى الخمس دقائق. يا سلام. هذه البداية، بعدين نكمل الخطوات الثانية. ارفع راسك شوي. بسم الله. لا تاكل بس، لا اعطيك على فمك. على خشم. سم. دهنت ما شاء الله. يا حلو يا سيليا. ابشر سيليا، سيليا تجيك في كل مكان. الخدمة. وتوصل لك في كل مكان. الخدمة. والخصم من المتجر 40% وكود وازع يعطيك 10%، يعني ايش عاد تبي؟ كم؟ كم؟ كودك انت كم؟ انا بعطيك كودي بس، كم التوتال يطلع لك؟ وازع كم؟ ايه 21. وانت؟ ايه 20. بشوف 1 2 3 4 5. بس من كود وازع ما راح. خلصنا خلاص. لا تكثر، لا تحط شيء كثير. انا ما ودي اقرب من فمه عشان ما ياكل. اصبر ولا والله اعطيك واحد. اعطيك واحد تحتفي شوي. طيب خلاص يا صبر. اوه ايش رايك؟ ما ادري ما ايش رايك، ما شفت شيء. اصبر بتشوف بتشوف تنصدم شكلك الحين. يقعد الريحه يقعد ذاك الاكل هذا ما هو. لا انتبه، نرسل لك حلا ما عليك. نفس النكهه نفس النكهه ما عليك. الحين نقعد نفرك من الدقيقتين الى
الخمس ما اتوقع بتغير، ما اتوقع بتغير شيء. لا بتشوف، ما يكفي رقبة تحداك، يبي لك ساعتين بتشوف. بس وجهه كبير. هي طولنا إيه. ما تلاحظ اشتغل اشتغل بدون غلط، اشتغل بدون غلط من الدقل للجبهة يبي لك دقيقة عشان توصل. يلا عاد يلا تضحك يلا قول يا الله يا الله. تحياتنا لمحمد الطوالة. الله. شوف لما نبي ناخذ وقت كثير علشان الفقرة. طولنا صح؟ ابيكم تغيروني عن خالي، ابي خالي ما يعرفني. اوه من خالك الحالي؟ يبي له شغل كثير. يبي له شغل كثير الشيخ. خالي العيال يبي له تعديل اول شيء. مالك مالك في طعجه في جبهته. لا عندنا كلام ثاني، يبي يغير وجهه. تبي حلو عليك انت شيء خاص فيه مره. يلا ان شاء الله خلاص. اصبر قول، تخليه من دقيقتين لخمس دقائق. من كم؟ جاوب ركز معي. من دقيقتين لخمس دقائق. سلام. بعدها وش تسوي الخطوة الثانية؟ ما أدري. جيب لك موية دافية كذا وتمسح وجهك. حلو حلو. بس صبر خله شوي. ما قرب الماء من عنده. وازع. مسح وجهه. أنت الحلو. الفايم. ولا بالماء شوي. إيه. أول شيء بال. إيه أزهم منك طبعاً. حط الماء شوي. إيه شوي. يلا مسح. أحلى منك. أنا بغسل يدي وجهك. أنا بطل حلو. نعم. أجي أجي أجي. بسم الله عليك. ما حار بس يلا. يا ولد. تبدي. إيش رأيك بالنسخ؟ ما شاء الله. إيش رأيك؟ عطي رأيك بس. ما تبكي أنا خلصت والله. أنت إيش رأيك في الشعور الحين؟ الشعور الحين شعور أحس إني أحس إني خف وزني خف. إيش دخل ذي في ذيك؟ ما أدري أحس طاح شيء من وجهي. يلا عاد يلا. يلا. قول يلا. قول يلا. يا أبويا. يا أبويا. يا أبويا. الله الله سكر عيونك بس. فمك سكره. سكر فمك عشان ما نتاوش معك اخوي انس. جيبوا لي لي احسن. انت والله وجهك كبير. والله بنطوشك هنا. مالك مالك مالك. الحين غسلناه مويه دافيه. بعد يبيله شوي يبيله شوي. غسلنا يجي شوي على العين، انتبه يدخل شيء بعينك. عندنا فاضيين بعد تامين. هاي ضايع. اعطي مندي. طيب انت ايه سف سم. يلا امسك حالك. انا مسك يلا سلام. ايوه ايوه جيب لي الماء. سم اعطني الماء. شكلك غسل داخل وجهك. خليك قدامهم. رقبتك ولا صبر؟ خليني انا خلاص. لا مسح دقنك. يلا مسح. عرفته؟ خلاص. من هنا؟ جاهز؟ عطني هاين. هم مسح رقبتك شوي. والله يجزاك خير. مرة نضبطك حمد. وش تبي؟ وش تبي بس؟ ويا صبر. صعبه صبر. والدلع. عطنا صبر الدلع. جاهز انس؟ توكل معاهم. ها باي. انا وش قايل لك؟ هذا انا قايل لك ما راح تعرف نفسك. وجهك اللي صافقه سافي تغير. ايش رايك؟ وش عذر غيرك؟ الحين اصور سناب بدون فلتر. صور بدون فلتر الان. حلو. اي والله حلو. الله والله تغيرت صراحه. تغيرت ولا؟ الله صرت مزيون. اخيرا انظف وجهي وانا مرتاح. تعال عندي لك هديه. ما خلصت. عندي لك هديه. اجيك. اي تعال. بسم الله. احسن شوف بعطيك هذا. صور فلتر. شوف. المقشر رمان فانيلا بس توعدني وعد ما تاكله ان شاء الله. الوعد اربطني اربطك. وهذا ولا هي بشكه مرطب مسك ابيض وبر. ما شاء الله. ولاني احبك. الله يحبك. هذا بعد الله يطول عمره. شوف هذا وصله لمحمد بندر. تفضل. واحد دب صوته حلو. مو غيب اسمه علي. زاد الله يطول عمره يا اخوان. مع الايام محمد الطواله كله بيجيكم. ابشروا بالخير. في الختام مشاهدينا الكرام نذكركم بكود خصم اخوي وازع على هالشال في متجر سيليا. اي 21 وخصم 10% زياده على خصم المتجر 40%. التوتال كله كم؟ 50% نصف السعر. يا سلام.
انا كودي اي 20 زيادة خصم المتجر 40%، يعني بنصف السعر، يعني لو افترضنا هذا سعره 100 ريال تاخذه 50 ريال. 50 ريال يا سلام. في الختام عندي بيتين اذا تسمحوا لي حاب اقولها. حاب اقول انا مثل الجبل ما ينحني راسي على القمة، عسى ربي يوفقني. انا القادح وانا الصاطي وانا الراسي وانا عندي جماهير تجملني. الان الان الحين نترككم ونوازع. اعطونا الخبرات، اعطونا الشيله اللي دشنتها انا واخوي محمد المشرفي المتجر سيليا. شغل الكلمات ابو سلطان المرسي. قبل البداية سلام والوضع معنا تمام، بس الهمام الهمام جاكم متجر سيليا. هيا يا جمهورنا انت تعزز دورنا، من يقدر يزورنا جاكم متجر سيليا. يا لا لا 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 يا صلية منطقة مثل شمس المشرقة، تبغى الصراحة ثقة جاكم متجر سيليا. لا تلف ولا تحش ندعي اخفاف النفوس واللي معاهم فلوس جاكم متجر سيليا. كلنا على ما اشتهى وانتم ترى قدها، ولب الواقع لبها جاكم متجر سيليا. يا لا لا يا لا لا يا سلام والوضع معنا تمام، بس الهمام الهمام جاكم متجر سيليا. هيا يا جمهورنا انت تعزز دورنا، من يقدر يزورنا جاكم متجر سيليا. يا لا لا 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 يا صلية منطقة مثل شمس المشرقة، تبغى الصراحة ثقة جاكم متجر سيليا. لا تلف ولا تحش ندعي اخفاف النفوس واللي معاهم فلوس جاكم متجر سيليا. كلنا على ما اشتهى وانتم ترى قدها، ولب الواقع لبها جاكم متجر سيليا. شكرا يا الربع. شكرا ابو ما شاء الله. محمد ما شاء الله. كلمة أخيرة يا الربع، كلمة أخيرة يا الربع، ما ننسى أخونا فارس النسخة فارس الحربي، كنت أتمنى أنه موجود. ولا ننسى الركن الثابت للقرية والركن الثابت للبزلة ثلاثة ركان السهلي. أنا شاهد الغاب الأسماء الحاضرة يا حلو بالله العظيم. لا انت على كلماتك حلال. طول امرك ما في ما خليت اللي بيعلمكم شيء ما على كلامه في الحمد لله. الله يطول عمركم ان شاء الله. كل عاطف يا شلاس الله يطول زعل المنتج السار. الله يطول عمركم. محمد وازع محمد وازع محمد وازع محمد وازع محمد وازع. انت الله يخليك الله من فوق غريب من فوق من فوق غير جبنا الدنيا. انا عندي كلمه، انا تعلمت من الربع لليل كيف ودار الاعلام، ويا ريت لو كلنا نتعلم منه. الله يطول بيض وجيههم. المنتجات اللي جت كلها جباره كلها جباره، بس تنقصها كيف ندير اعلانها. كفو ربع ذل اليوم افتحوا لكم الطريق. ابدعوا ابدعوا خير من يبدع. الله يسان اخوي سلطان بدو يحس المد سلطان. صح الله يسان بكلمات الشعر وجاء الله يطول عمرك. يا ربع يا ربع اللي بيسوي تنجح الجار ما شاء الله. اللي يبي شيء خل حشوف الرجال صبر صبر. ورد حمزه